أهلا بكم مشاهدينا الكرام بالحوار السياسي ضمن برنامج بيروت اليوم. ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عمر حوري. أهلا فيك دكتور. أهلا مدام. أبرز ملفات حوارنا معا هي تفاقم أزمة الآلية الحكومية، هل ينذر بانهيار حكومة المصلحة الوطنية؟ المناخ الحواري في البلد، هل يشرع الباب أمام حل لأزمة الرئاسة؟ أي استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب ستكون على طاولة حوار المستقبل حزب الله؟ مشاهدينا الكرام، حوار بيروت اليوم مع ضيفي إذن الدكتور عمار حوري. دكتور، الرئيس سعد الحريري غادر بيروت، هل مغادرته تعني بأنه الحكومة ستعود فعلا إلى العمل؟ اطمأن، يعني ضبط الوضع وغادر، أما منفهم العكس، يئس وراح وترك المهمة الصعبة على الرئيس تمام سلام؟ أولا مرحب إليك وللمشاهدين الكرام. للحقيقة الرئيس سعد الحريري هو عاد إلى بيروت، عاد منذ المرة الماضية، ومثل كتار من السياسيين اللي عندهم سفرات دائما سفروا، ما هو بقى الحدث؟ يعني الرئيس حريري موجود بتفاعلاته السياسية والوطنية، سواء باجتماع مباشر ببيت الوسط أو باتصال كان خارج لبنان، ما بقى هو الحدث العودة، هو عاد، هو موجود في لبنان وأحيانا يقوم بزيارات إلى الخارج. اثنين، في مخصص الأزمة الحكومية الحالية، مثل ما كنا عم نحكي برات الهواء، هو تسلم يعني هذا الملف، وكان واضح باللقاءات اللي عم بيعملها انه كان يسعى فعلا الى تفعيل عمل حكومي بعد ما تعطل عمله. من هون السؤال دكتور حوري، انه شو كانت هذه المساعي، لوين وصلت فعلا؟ واذا بدنا نحكي اليوم، هل في جلسه هذا الاسبوع؟ شو معلوماتك؟ نعم، اولا خلينا نقول كلنا، يعني الرئيس سعد الحريري، كتله مستقبل، تيار مستقبل، وكثير من القوى السياسيه، نكرر ما كان يقول الرئيس فؤاد شهاب بالعودة إلى الكتاب، والكتاب هو الدستور، والموضة النقاش اللي دارجة بهالفترة هي المادة 65 من الدستور. طيب، بس بالبدايات لما كانت عم يتناقش آلية عمل الحكومة، نعم، كتار من المراجع الدستورية حكيوا بأنه في دستور وتطبيق الدستور، كلكم سوا اتفقتوا على مخالفة الدستور ورحتوا على كل وزير صار رئيس. لا، اللي حصل، لا ابدا، اللي حصل ليس مخالفة للدستور، عمل هيك السياق الطبيعي اللي حصل. حصل حدث جلل، وهو الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا الحدث يعني منه حدث عابر، منه حدث بسيط، انه لبنان وهو يعني رائد الديمقراطيات في المنطقة، واللي كان الوحيد اللي عنده رئيس جمهورية سابق خارج السجن وخارج القبر، وكنا نتباهى دائما انه في عنا تداول السلطة، ان يكون مركز رئاسة الجمهورية شاغر، منه حدث بسيط، حدث كبير. لهذا السبب فتح هذا النقاش مع الشعور، ونعرف نحن بالدستور يعني تقول الصلاحيات وكالة، طبعا جزء من الصلاحيات مش كلها، الى الحكومة، الى الحكومة مجتمعة، نعم، هي الحكومة، هي قصة مجتمعة، ما في مجتمعة، صحيح. هلا ودخلنا بقى في بازار المادة 65، إذا بتسمحي لي بالدقيقة أو نص أو بالدقيقتين، تفضحي. المادة 65 وهي الورقة الوحيدة اللي معي اليوم، كثير عم نسمع غيرها. عن المادة 65، نعم، هاليومين، ما بعرف إذا كل الناس بيعرفوا شو مضمون المادة 65، نعم، ولما بنحكي عن المادة 65 شو يعني ذلك؟ نعم، تفضل. قبل ما فوت فيها بالمادة 65، مجلس الوزراء اليوم عنده صفتين، صفة اللي هو مناطة فيه السلطة الإجرائية، سواء في رئيس جمهورية أو ما في، هاي موجودة قائمة، وصفة أخرى هي الوكالة اللي انتقلت له بجزء من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهون ربما النقاش. الإشكالية اللي عم تصير هو الخلط ما بين الصفتين. صفته كمجلس وزراء واضحة بالمادة 65، أول شيء تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها، واحد، وضع السياسة العامة للدولة إلى آخره، اثنين، السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، ثلاثة، تعيين موظفي الدولة، أربعة، حل مجلس النواب بالشروط المعروفة، خمسة، وهو المهم، يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص،
ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر، ويكون النصاب القانوني لانعقاد لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه. فإذا أول رقم عندنا هو النصاب، بده الثلثين، هاي محسومة. ويتخذ قراراته توافقيا. أول مرحلة البند اللي يعرض عليه، الخيار الأول هو التوافق على القرارات، وبالتالي لما الحكومة الحالية وهي حكومة المصلحة الوطنية ناقشت هذه النقطة وقال خلونا ناخذ قراراتنا توافقيا، إذا عم نحكي بشفافية هي لم تخالف الدستور، لأن الدستور بيقول توافقيا. بس بده الدستور هون ربما قائل أنه توافقيا بحضور رئيس جمهورية. لا 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 لا، عم نحكي هون كسلطة إجرائية. رئيس جمهورية يأتي فيترأس بس، وإذا ما حضر طبعا رئيس حكومة يترأس، هذا موضوع آخر. ولكن نحن هون عم نقول يتخذ قرارات توافقيا من حيث المبدأ، قرارات الحكومة توافقيا، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. بس كيف نصوت؟ ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور، مش بأكثرية النصف زائد واحد من مجموع، يعني الحكومة الحالية عنيها 24. نعم. إذا حضر النصاب تاعها قدي 16 الثلثين. إذا عرض قرار معين وأخذ 9 أصوات من أصل 16 صار نافذ. ولكن مشكلة القرارات، أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. يعني الحكومة الحالية 24 مرسوم تشكيلها بثلثين 16، في ويعتبر مواضيع أساسية، المواضيع هول ال 14 اللي حقراهم، هول بدهم 16 صوت بالحكومة. تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ إلغاؤها، الحرب والسلم، يعني قرار الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء. هو ال 14 عنوان، هو اللي بدهم ثلثين. وبالتالي اللي انحكى بالأول على موضوع التوافق، كان الاعتقاد أنه هذا الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لن يطول، وبالتالي هذه الوكالة اللي انتقلت لمجلس الوزراء، برجع بقول في جزء من صلاحيات رئيس المشكلة، مش حتطول، مش محرزة نختلف ببعضنا، فخلينا صار الاتفاق بأنه نروح عليها، أنه كل وزير صار رئيس. واقعيا صار هيك، وبالتالي ولكن لما وصلنا إلى صار كل كبيرة وصغيرة الأمور عم توقف، ما بقى بجوز الأمور تستمر هيك. طيب ولكن ساعتها قلنا تعوا بهالمادة هاي، ما نوقف عند الفقرة الأولى بس، خلينا نكمل بآلية التصويت. يعني بآلية التصويت، ولكن بوقتها لما الرئيس تمام سلام بأول جلسة طلع وأعلن عن الآلية اللي تم الاتفاق عليها أو الآلية الجديدة، يعني قال إنه نحن لن نعتمد التصويت. إيه ما هيطلع بقول لك إياها، قال ما رح نعتمد التصويت بتلك المرحلة. طيب اليوم إنه يمكن في فريق عم بيقول انه الحكومه معطله، في فريق اخر عم بيقول انه في اكثر من 90% من القرارات اخذتها هيدي الحكومه حتى الان، ليش هلا بدنا نجي نبحث بتغيير اللي مشينا فيه لنا فتره، يعني حوالي السنه من عمر الحكومه؟ حقلك ليه في سبب قلناه وحارجع كرره، هو انه هذا الشغور طال، رقم واحد. رقم اثنين، هالبلد اللي الحكومه سميناها وهي سمت حالها حكومه المصلحه الوطنيه، وهذا حقيقه، لأن في مصلحة وطنية بهكذا حكومة في هذا الظرف، اجت لتتعاطى مع شغور، مع أزمة موجودة. فمن المنطق بيقول ما تضيف لحالها أزمة داخلية، يعني هي تجيب مشاكل لحالها من جواتها، المنطق بيقول أن تساهم هي في حل الأزمة الوطنية الكبرى، مش تكون هي عنصر مساعد في تعقيد هذه الأزمة. هاي من ناحية. من ناحية تانية، مش سر صار الكثير من المناكفات على طاولة مجلس الوزراء، وصار انت ما بتمرق لي ما بتوافق على هالموضوع، انا بالمقابل مش حمرق لك. مين عم يدفع الثمن؟ عم يدفع الثمن المواطن العادي. وبنرجع بنقول المصلحه العامه تاعت المواطن ما لها لون طائفي،
ولا مذهبي ولا مناطقي ولا شيء. هون المطروح تغيير الآلية أم فعلا تغيير الذهنية كما يعني طالبوا بعض الفرقاء من الحكومة؟ أنا ما أعتقد أنه المطلوب تغيير الذهنية بالتعاطي داخل الحكومة، ما تكون انكيات القصة انكيات، وما تكون القصة أنه ما بتمرق لي بمرق لك، يعني يصير تصرف آخر. أنا ما أعتقد حتى يعني اللي حملوا الرأي الآخر كمان حملوا هالرأي من منطلق وطني. يعني بمعنى شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا في شغور في موقع رئاسة الجمهورية، ما فينا نقول الأمور تصير كالمعتاد وكأن شيئا يعني لم يكن. عم نحكي عن اللقاء التشاوري اللي صار بمنزل الرئيس ميشيل سليمان. نعم. هاللقاء ما كتير نظر له تيار المستقبل بعين هيك مرتاحة. لا خليني، لا نحن نحترم اللقاء. كل مكونات هذا اللقاء كلهم، وكلهم أصدقائنا وعندهم قيمتهم الوطنية الكبيرة، ولكن نحن اللي عم نقوله لا، نحن خلينا نرجع لنص الدستور كما هو. نحترم جدا وجهة نظرهم اللي بتقول هن عم بيعلوا الصوت حتى ما ينقال انه لا الامور عادي في ظل الشغور، معلش تبقى بلا رئيس، وكلنا بدنا ننتخب رئيس جمهورية، ولكن نحن يعني نظرتنا للموضوع خلينا كلنا نوجه جهودنا لانتخاب رئيس جمهورية مش لشيء اخر. وبالتالي يعني بنعتبر تعقيد عمل مجلس وزراء ما بيكون ربما عم يستهدف. من هو الفريق اللي عم بيعقد عمل مجلس الوزراء؟ لا قلت لك صار افعال وردود افعال. صار في بيجي فريق واحد يعني؟ لا صار بيجي وزير معين بيطرح طرح معين، اذا ما مشي يعني يعترض على طرح اخر، وبيكون هون امر تربوي وهون امر انمائي وهون امر متعلق بالربما اتصالات او غيره. هل التيار الوطني الحر موافق معكم على تغيير آلية عمل الحكومه؟ نحن مش عم نقول تغيير آلية عمل، عم نقول نرجع للكتاب، للكتاب مثل ما قلنا بمقدمة حديثنا. وبرغم هيدا أنا اللي بعتقده يعني الأمور اليوم أفضل شوي، يعني بعتقد أفضل شوي. أنا متفائل أنه الخميس المقبل في جلسة لمجلس الوزراء. متفائل بناء على معلومات، وأعتقد أنه ما في حاجة لجدول أعمال. ليش؟ لأنه جدول الأعمال موجود، موجود جدول الأعمال. وبعتقد بطبيعة الحال الرئيس تمام سلام بعد أن يطرح الموضوع الأول الدائم والمزمن على طاولة مجلس الوزراء وهو التفكير بانتخاب رئيس جمهورية وأصبحت يعني محاضرة مكرسة في مقدمة كل جلسة مجلس الوزراء، وهو يشكر عليها، والجميع بيشكر عليها الحقيقة، حتما ستكون النقطة الثانية مناقشة تفعيل عمل مجلس الوزراء. هلأ يعني من دون انه ان يعني ذلك بانه في صيغه معينه يعني تم الاتفاق عليها ورح يطرحها الرئيس. اذا تم التفعيل انه تعهد الكل بعدم التعطيل امر جيد، اذا بتم التفعيل بتطبيق ال 65 بحرفيتها امر جيد. يعني هل بتروح الامور الى ان يوقعوا ورقه اعلان نوايا بانه ما حدا بيعطل وبيمشي الحال برايك؟ لا يعني مجلس وزراء هو يعني هذه الطاوله عليها قاعده السلطه الاجرائيه، لا ما بتصور توصل يعني التوقيع، لا الناس تلتزم بكلامها طبعا، تلتزم بكلامها، ولكن يعني انا اميل للتفاؤل انه الامور باتجاه ايجابي. طيب ولكن ولو يعني انه حتى هذه اللحظه لم تحسم. ما هي انا عم اميل الى التفاؤل. اوصات الرئيس تمام سلام حتى الان بتقول الازمه لا تزال بمكانها، لم يسجل صحيح اي تقدم بعد، ولم يطرا جديد على الدعوه الى عقد جلسه لمجلس الوزراء. إيه نحن قبل بخمسة ايام، نحن بعد في خمسة ايام. انا اتوقع انه الامور تكون افضل وان يعقد مجلس وزراء الخميس المقبل، هذا ما اتوقعه، وان يطرح الموضوع من باب النقاش بالجلسه مش من باب انه في حل ومطلوب الاتفاق. لا باتجاه تظهير الحل طبعا. طيب شو تظهير الحل؟ انه هل ممكن يوافقوا الجميع على العوده الى الكتاب كما عم بتقول حضرتك، والعوده الى الماده 65، والموافقه على مبدا اعتماد التصويت، وانه اي وزير بيعترض في قدم طعن؟ نعم بمجلس الشورى. انا وفق ما سمعته من كل القوى السياسيه ما حدا قال ما بدنا ننفذ الدستور، ولكن البعض عم بيقول تعالوا ننفذ هالجزء بهالمرحله وهلا نكتفي بهذه المرحله، جزء اخر بيقول نمشي فيه كله، جزء اخر بيقول خلينا يعني اذا ما بدنا نغوص بالنصوص التفصيليه خلينا نروح الى روحيته. روحيته هو تيسير امور الناس
وخاصة أنه واضح الأفق مسكر بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، فالناس يعني حرام. طيب ما بيجوز يعني مصالحهم ضلها معطلة. بدأ من اللقاء التشاوري دكتور حوري، وكأنه يعني الفريق المسيحي الأكثر يعني كله ضد، مش هيدا الطرح بس، ضد البحث بتعديل لأي آلية. برجع بقول أنا ما سمعت موقف ضد، ما سمعت موقف ضد، وبرجع بقول يعني أنا ما حسيت فيه كلام عدائي، حسيت فيه موقف موقف الهدف تاعه طبعا موضوع رئيس الجمهورية، احنا متفقين على هالنقطة، ما أنا مختلفين عليها. يعني تفهمتوا موقف كل اللي شاركوا بهذا اللقاء؟ تفهمنا ومختلفين على نقطة. وليش ما عاد الوزير ميشيل فرعون شارك باللقاء؟ اللي سمعته أنا كان عنده سفر يومه. بس لأنه كان عنده سفر، لا هو مش إنه قاصد يعني يتغيب. نحن منا بمقلبين بعاد، وإذا عم نحكي يعني البعض اللي عم بيجرب يقول إنه إيه أنتوا 14 أذار مش عارف، غير صحيح. 14 أذار هي كالعادة يعني بتماسك واضح. رينا أكثر من هيك، بغض النظر عن 14 أذار، رينا إنه في استياء من الرئيس ميشيل سليمان، وتذكير بأنه مين اللي يعني مين اللي ساعده، مين كان حده بمرحلة الرئاسة، وكل ما ذلك من هذا الكلام اللي قريناه بالصحف بالتحليلات. لا أنا عم أقول يعني بواقع الحال الرئيس فخامة الرئيس ميشيل سليمان يحظى بكل احترام والتقدير، وأنا بعتبر يعني تسجل كثير من الأمور للرئيس ميشيل سليمان، ولكن إعلان بعبدة سيذكر التاريخ دائما بأحرف من نور. يعني إعلام بعبدة هو إنجاز وطني، وبعتقد مهما رحنا شمال ويمين بالمستقبل لابد من العودة إلى إعلام بعبدة، لأنه يشكل يعني وكأنه استمرار أو امتداد لميثاق وطني أو امتداد في مكان ما لاتفاق الطائف. إذن إذا بدي أختصر يعني هذا القسم من الحوار، لا أزمة حكومية الآن، أنا أميل ما في خوف على حكومة المصلحة الوطنية من أنه تفرط. لا لا مش ويد تفرط، يعني تخيلي لا سمح الله هذه الحكومة حكومة مصلحة، إذا لا سمح الله فرط فرط البلد. نحن في ظل شغور في الموقع الرئاسي وبظل عمل يعني على الرئيس بري، حتى شغور بمجلس النواب، يعني عمل بنتائج منا كبيرة، يعني النتائج محدودة عم تكون، الحكومة تتعرض لأي هزة بيكون تنعكس على الوطن كل الوطن. فهي حكومة المصلحة الوطنية، بيرجع بقول هذا الوصف هو وصف الدقيق والحقيقي الألف في هذه المرحلة، ما حدا له مصلحة يفرطها ولا حدا له مصلحة يعطل شغلها. وأنا من هذا المنطلق إضافة للحيثيات اللي حكيناها بمقدمة حديثنا، أنا أميل للاعتقاد أنه في يعني في غيم الصيف وهي في طريق الزوال، وبإذن الله يعني الأسبوع المقبل يحمل الخير وبعودة العمل الحكومي إن شاء الله. طيب في قبل جلسة، إذا صارت جلسة الحكومة يعني في الحوار، الجلسة السادسة نعم للحوار بين الحزب والمستقبل، واللي يمكن هذه المرة تنعقد بظل هذه الأزمة الحكومية اللي لا تزال حتى الساعة يعني ما في جديد لإلها، هل هذا يعني بأنه موضوع رئاسة الجمهورية سيكون البند الأول بهذه الجلسة؟ منذ البداية موضوع رئاسة الجمهورية كان البند الأول، منذ البداية عندكم أنتم كتيار نعم مستقبل. نعم نحن قلنا في عنوانين نعم يوما بعد ما ربطنا النزاع بثلاث عناوين نذكر الناس فيه هون، رفضنا لتورط حزب الله في المستنقع السوري، رفضنا لاستعمال أي سلاح خارج إطار الشرعية وخارج إطار الدولة وهيبتها، وتمسكنا بتسليم المتهمين بمحاولة اغتيال أو باغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية. ربطنا النزاع بهالثلاث نقاط وقلنا نحن مختلفين عليهم، وذهبنا إلى نقطتين على جدول الأعمال، قلنا في هذا يعني اللهيب اللي عم بيلف حوالينا في المنطقة في الإقليم كله، وفي ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللي هو حدث خطير جدا عنا، ما عنا بديل إنه عن تخفيف الاحتقان، خاصة الاحتقان المذهبي، وذهبنا إلى هذا الحوار طبعا. وبرجع بذكر قلنا في موضوع رئاسة الجمهورية وليس اسم رئيس الجمهورية، نعم، لأنه موضوع اسم رئيس الجمهورية هذا شأن وطني مش شأن ثنائي. البعض بيقول طب ليش أنتوا عم تعملوا هذا الحوار الثنائي، أو القوات والتيار الوطني الحر عم يعملوا حوار ثنائي. بعتقد أنا أي حوار ثنائي مفيد شرط
أن يصب في الوعاء الوطني الأكبر اللي هي المصلحة الوطنية. ولكن السؤال دكتور صحيح، كان بنيتكم كفريق تيار المستقبل رايحين من ضمن الجدول الأعمال رئاسة الجمهورية، حتى الآن لم تطرح يعني لم يطرح هذا الموضوع. طرحت ولكن للأسف حتى الآن يعني حزب الله بعده متمسك بموقف متصلب. طيب الاثنين شو بده يصير؟ موضوع الرئاسي حتما يعني هذا دائما عندنا هاجس بده يتابع النقاش بموضوع تخفيف التوتر. هل تخفيف التوتر يتفرع عنه عناوين فرعيه؟ بيجي البعض بيقول انه هلا عملتوا هالحوار مشان تشيلوا هالصور وتشيلوا هال، لا هيدي عمليه تراكميه، كره الثلج بدها تكبر، منشيل الصور، منخفف حملات اعلاميه، من كذا، كل هذه عناصر تساعد على تخفيف الاحتقاد. هل هي علاجات جذريه؟ اكيد لا، منع علاجات جذرية. نحن نعتبر العلاج الجذري للبلد هو يوم ما بصير عنا لبنان أولا، يوم ما بصير عنا دولة تتمتع بسلطتها الكاملة على كل أراضيها وعلى كل شعبها وناسها، يوم ما بصير الديمقراطية هي سيدة الموقف، يوم ما يعود احترام الرأي والرأي الآخر وتصير مساحة مشتركة لكل الناس محفوظة. ولكن إلى أن يتم ذلك بنعتبر هذا الحوار يؤدي دوره بتخفيف الاحتقان وب يعني اعطاء العمليه الوطنيه بعد اكبر من واقعها الحالي. طيب بموضوع رئاسه الجمهوريه دكتور حوري، برز الى العلن بالامس يعني الرئيس حسين الحسيني مقدم اقتراح نقل عنه لانتخاب مرحله، نعم، رئيس الجمهوريه، نعم، المرحله الانتقاليه لمده عام لحتى تكون ضبطت الأمور ونصار انتخابات نيابية. اليوم عم نقرأ كمان بصحيفة الديار بأنه في مصادر دبلوماسية غربية تتحدث عن اقتراح عم ينشغل ثلاث سنوات، يعني هيك وإقناع الشغل هلأ عم بيصير على إقناع الجنرال ميشيل عون بثلاث سنوات، ينطر ثلاث سنين مش ست سنين أنه أهين هيك. نعم، خليني أقول طبعاً هل كتيار مستقبل بترضوا بهذا الاقتراح؟ خليني أقول مع كل احترام لدولة الرئيس حسين الحسيني وهو قيمة وطنية الحياة، ولكن هذا الاقتراح أو ذاك الاقتراح يحتاج إلى تعديل دستور، وبعد نحن لسنا في وضع يسمح بتعديل الدستور، وخاصة في ظل الشغور في موضوع في موقع الرئاسي. دستورنا واضح، هلا يمكن يعني سواء الرئيس الحسيني أو أي طرح آخر بخلفية محاولة الخروج من هذا المأزق اللي موجود. نحن المأزق اللي موجودين فيه ما بقصر، يعني تعطيل رئاسة الجمهورية ليس ما بقى السبب محلي، مش إذا عدنا على فنجان قهوة وتفاهمنا نحل موضوع رئاسة الجمهورية. موضوع رئاسة الجمهورية صار ورقة بيد إيران، إيران حطتها على طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي في الملف النووي، يعني ما ننطر المفاوضات النووية الإيرانية، وحاطة بنفس الوقت الموضوع الحوثي على الطاولة، وحاطة أوراق الضغط اللي بيدها، حاطة جزء من العراق جزء من سوريا على أوراق التفاوض. وبالتالي للأسف من أوصلنا لهون هو من سمح بجعل هذه الورقة هي ورقة إقليمية بيد إيران، وجعلنا ننتظر. ولهذا السبب يعني في شريك في الوطن يعني ساهم بهذا التوجه. بس دائما السيد حسن نصر الله بيقول بخطاباته ولبل يعني خصص احد الاطلالات احدى الاطلالات بالكلام عن إيران ودورها، وقال انه ولا مره إيران طلبت شيء، يعني هي تساعد ولكن لا تطلب شيء. وبعدين يعني المطلوب ان طبعا هي وجهة نظر طبعا لا نتفق معها. ما بننسى انا جندي في ولاية الفقيه، هاي كلمته الشهيرة للسيد حسن. لا ما يعني حزب الله حط ورقه فوق الطاولة والكل حاطين ورقه فوق الطاوله، ما فيها مشكله. الصراع اليوم في هذه إيران المنطقه، ما بدها رئيس؟ طب اذا بدنا نجي نحكي وندخل بهذا المنطق، ايران مش ما بدها رئيس، هي مانع انتخاب الرئيس، مانع يعني عم تجعل هذه الورقه ضمن اربع خمس اوراق ذكرتها من شوي. نعم. هي لما تتم التسويه يا مجتمع دولي، لما بتحلوا لي اموري انا بالحصار الاقتصادي اللي عاملينه علي او بالملف النووي، أنا بحلحل بأمور المنطقة، هو اللي أنا لقطتهم هالأوراق بإيدي، وطبعا تسعى إلى مزيد من الأوراق، مش فقط تكتفي بهذه الأوراق. ساعي عم نسمع بده يسكر المضيق الفلاني والبحر الفلاني والمكان الفلاني، ويعني في هيك تصاريح جنبازية، يعني هيك تصاريح من فوق السطوح يعني. وبالمقابل نعرف وضع الخزينة الإيرانية شو هو، وضع المالية الإيرانية. فعموما ورقة
عم تستعملها. التقى الرئيس سعد الحريري بالجنرال ميشيل عون، نعم، يلي هو معني أساسي كمان بموضوع رئاسة الجمهورية. لم يتمكن الرئيس الحريري من إقناع الجنرال بحلحلة هذا الموضوع بغض النظر يعني عن الموقف الإيراني أو موقف أولا من حيث المبدأ، طالما في تقارب. نعم، أولا من حيث المبدأ، هلأ كلمة تقارب ما بعرف إذا دقيقة، بس أولا من حيث المبدأ شو بتوصف اللي عم بيصير؟ هو تواصل. يعني الرئيس سعد الحريري ونحن حده طبعا ككتلة مستقبل أو تيار مستقبل نتواصل، وهي سياستنا، نتواصل مع كل الفرقاء بلا استثناء، وإيدنا ممدودة للجميع. نتفق أو نختلف هذا أمر طبيعي، ومنحاول إذا طرحنا عدة نقاط إذا نجحنا باتفاق على نقطة نقطتين أمر إيجابي منشيله، مش المطروح بأي حوار نعمله يا بندفع على كل شيء أو بنقلب الطاولة نختلف على كل شيء. لا، الدليل الحوار السابق مع العماد عون اللي حصل خارج لبنان أثمر بشكل أو بآخر عن تسهيل تشكيل الحكومة، وأثمر أنه هاي الحكومة عملت عدد واسع من التعيينات اللي كانت مفيدة وممتازة. هذه الحكومة عملت بدايات بخطط أمنية تعثرت في أماكن ونجحت في أماكن. مش اعتبر أنه يمكن هذا الحوار أو هاللقاء الثاني الأساسي بين الزعيمين يمكن كمان يساهم بموضوع رئاسة الجمهورية؟ إيه، بس نحن ما عم نفوت حالنا بالأسماء، نحن عم نقول بالمبدأ، مبدأ رئاسة الجمهورية. مثل ما نحن ما قبلنا بحوار ثنائي مع حزب الله ندخل في الأسماء، مش حنقبل بالدخول بالأسماء بحوارات ثنائية أخرى. لا، هذا برجع بقول أنا شأن وطني، ولكن نحن عمليا هذا الشأن الوطني اللي عم نناقش فيه بدنا نربطه بالورقة الإقليمية اللي حكينا عنها قبل شوي، المفاوضات النووية، المفاوضات النووية الإيرانية. سنتابع الحوار دكتور حوري لكن بعد الفاصل الإعلاني. نتابع حوار بيروت اليوم وضيفي النائب دكتور عمر حوري. دكتور بدي يعني اعتذر، بدي اخذ اتصال هاتفي وناخذ من وقتك لاستضاح قضية الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللي حضرتك هلا ذكرت يعني عنا. معي مباشرة الأستاذ ملحم رياشي. صباح الخير استاذ رياشي، يعطيك العافية. صباح الخير لك ولضيفك. اهلا استاذ ملحم، تحياتي. نقرأ الكثير من الكلام المتشائم، ما بعرف اذا حقيقة، بالصحف هاليومين عن وقف الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هل صحيح وقفت اللقاءات؟ لا ابدا ما وقفت، بس حوار بهذا الحجم عم ياخذ وقته وعم ياخذ كل ابعاده بالفعل طي صفحة الماضي وإلى غير رجعة يعني. والعمل على بناء أخبار بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية، العمل عم يتقدم أكيد مش بسرعة، عم يتقدم أكيد وين؟ بسرعة بس مش عم يتقدم بتسرع. بس وين بعد ما لم يعني ما لمسنا استاذ ملحم، ما لمسنا اي شيء ملموس يعني من هذا الحوار. حكيتوا عن ورقه نوايا رح يتم الاتفاق عليها، يعني حتى ورقه النوايا بقيت سر وما طلع عليها الاعلام، وحتى ما انتهيتوا منها. لا، رح يطلع عليها الاعلام ورح يشوفوها كل الناس، بس تطلع رح كل الناس يشوفوها. خلينا هيك على مقاربه تكون شوي شعبيه ويعرفوا الناس شو عم بيصير. نحن وقت منحط البذور بالزرع ما منشوف البذر، بس يطلع النبات منشوف النبات. لكل شيء وقت بالحياة. هلأ سيدتي وقت الزرع ونحن عم نزرع، بس يجي وقت الحصاد رح كل الناس تشوف الحصاد ورح كل الناس تحصد وتشارك بالحصاد. طيب هل صحيح بأنه الجنرال ميشيل عون يشترط أن يقبل الدكتور سمير جعجع به رئيسا قبل الموافقة على اللقاء بين الرجلين؟ بكل صدق بقول لك، مع انه المحادثات بالسريه والكتمان، لم يشترط الجنرال عون وليس سمير جعجع اصلا من يشترط عليه. لا هيدي صارت ولا ممكن تصير، يعني ما بتشبه الحاله اللي نحن فيها باي شكل من الاشكال. طيب بس ما برايك الجنرال ميشيل عون ناطر هذا الجواب؟ الموضوع بتطرح الامور باوانه. نحن عاملين منهجية خاصة بالمحادثات بيناتنا، كل مرحلة بمرحلتها. نحن بعدنا صرنا نهايات المرحلة الأولى يلي هي مجموعة بنود ومقدمة خاتمة لورقة إعلان النوايا. يعني تجزم بعد ورقة إعلان النوايا نفتح المرحلة الثانية
ويبنى على الشيء مقتضى. يعني في لقاء ولكن قريب. في لقاء ما بدي أقول منه بعيد بس مش قريب يعني على يومين وثلاثة. بينك وبين النائب إبراهيم كنعان؟ نحن عم نتواصل بشكل دائم وعم نعدل بعض النقاط ومننقلهم للجنرال الحكيم وتبادل القائم يعني بهذه النقاط. لو سمحت سؤال أخير أستاذ زرياشي. تفضلي. مستفيد من الفرصة أنه أنت معنا. ما سمعنا تعليق للدكتور سمير جعجع عن الاقتراح اللي عم بتم التداول به، ما بعرف إذا اقتراح يعني جدي أم لا، بانتخاب رئيس لسنة واحدة لمرحلة انتقالية، وحتى اليوم في كلام بأنه انتخاب لثلاث سنين. بتصور بالوقت المناسب بيعمل موقف الحكيم بهذا الموضوع، بس خاص انه هيدا بده تعديل دستور وبده نقاش بالعمق مع الكتلة النيابية للقوات اللبنانية والمتخصصين بهذا الشأن، الى جانب القرار السياسي للقوات اللبنانية وتحالفها ب 14 اذار. استاذ ملح مرياشي شكرا على هذه التوضيحات. دكتور حوري بالعودة إلى يعني أجواء التهدئة اللي صايرة، حوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، حضرتكم كمان عم تقوموا بحوار. بتعرف مدام دونيس بلا مقطوع حديثك، هذا الحوار هلا ممكن البعض ما بيعجبه أو بينتقد أي أو حوار كذا. تحديدا أي حوار سواء بينه وبين حزب الله أو القوات والتيار الوطني الحر، ولكن أهم ميزة له أنه يكرس ثقافة الحوار. أهم ميزة له ثقافة الحوار. صحيح. بمعنى آخر مهما كان حجم الاختلاف عمودي وعنيف وكبير، بيضل في إمكانية نبتدي ولو هيك بنقطة صغيرة نوجد فيها مساحة مشتركة. هذا أهم ما يحدث الآن، وأنا بعتقد في ضرورة أن يستمر هذا، يعني تستمر هذه الحوارات بشكل دائم، على بشرط واحد بس، أن لا تكون بديلا عن المؤسسات الدستورية. ما تكون بديل لا عن مجلس النواب ولا عن الحكومة، تكون عناصر مساعدة، فبيكون فيها يعني فائدة مهمة. دكتور، عشية ذكرى 14 أدار، هل صحيح كما قرأنا اليوم بجريدة الأخبار بأنه الرئيس سعد الحريري بات يتعامل مع 14 أدار بالمفرق وعلى القطعة؟ ورايحة أكثر الزميلة بكتابتها لما بتقول بأنه الدليل بذلك لم يعقد اجتماع موسع جامع ل 14 أدار، بل اكتفى بلقاءات منفردة، ونحن يعني على قب قوسين من الذكرى. خليني اقول لك، في بعض يعني القوى في لبنان تصر على اسلوب معين، اسلوب استهدافي للرئيس الحريري، استهداف لتياره لتيار المستقبل، استهداف لقوى 14 اذار، ولكن بشكل بعتقد ما بقى ينطلي على احد، وبشكل يعني ما في شفافيه ولا في، ما بدي استعمل كلمه اخرى، وهذا الأسلوب يعني استعمل كثير بالماضي، أدي ضخ خبريات وإشاعات وتشويه للصورة، ولكن في المقابل الرئيس سعد الحريري تواصل مع كل قوى 14 أذار خلال يعني الأيام العشرة اللي كان فيها هون. بس المستغرب أنه ما صار فيها اللقاء الجامع. مين ليش؟ قال؟ مين قال ما صار؟ ربما صار ربما لا. هذا خبر عم تعطينا إياه. لا بمعنى آخر، بمعنى آخر اليوم بيجوا بيقولوا لك مثل امبارح او اول امبارح اخبار انه القوى 14 اذار ستجتمع اليوم الفلاني او لا مش اليوم الفلاني. نحن باجتماعات دائمه اللي بنحكي بالاعلام عن اجتماعات قوى 14 اذار يمكن بنحكي عن 5% عن 10%. لا بالمقابل حدا يخبرني مثلا امتى تجتمع الامين العام لحزب الله؟ امتى؟ ما حدا بيعرف. امتى تجتمع قياده الحزب الفلاني او التحالفات الفلانيه؟ ولكن في البعض دائما بيحط قوى 14 اذار تحت الميكروسكوب وبهجوم يعني هجوم معروف لي. طبعا هذا دليل انه قوى 14 اذار هي الصح. طيب هل يمكن وهي على حق؟ طيب هل حضرتك فيك تقول اليوم انه وضع صحي 14 اذار؟ قوى 14 اذار هي تجمع ديمقراطي، هذا التجمع شكل ضمير الوطن، الاستقلال اللي حصل سنه 43 صار على صيغة محينة، هذه الصيغة لازالت محترمة، ولكن منذ 14 أذار 2005 طورت هذه الصيغة وانتقلت من مستوى القيادات إلى المستوى الشعبي. يعني كتار ربما ما بينتبهوا لهذه النقطة. 14 أذار تحولت إلى حركة وحالة شعبية، اللي حرك هذه الحالة هو دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصلنا فيها إلى ما وصلنا إليه. بتقولي لي ما في أخطاء ب 14 أذار، بكون عم نضحك على حالنا إذا قلنا ما في أخطاء، ما في ثغرات، كمان نفس الشيء.
في ثغرات وفي احيانا اداء هون في ملاحظه وهون في خطا وهون في تقصير، ولكن هذا لا يعني انه الهدف العريض تاع رساله 14 اذار تشوب اي شائبه. دائما ليش كمان بحسب تساؤلات بجريدة الأخبار الزميلي ميسم رزق بأنه أطفأ الرئيس الحريري مع الجنرال ميشيل عون شموعه 80 بدلا من أن يضيء 10 منها لحلفائه في جلسة جامعة؟ يعني كلام مثل يعني وصفته أنا من شوي هذا الكلام، يعني يعني إذا بدنا نطلع بهذا المنطق وبهيك يعني التركيب مقلي ويعني فينا نتوسع كثير بالحديث، انا لا مع هذا الاسلوب ولا مع الرد على هكذا اسلوب. الرئيس الحريري بتواصله مع العماد عون حلفائه بالجو حلفائه بالصوره، مثل ما يعني القوات اللبنانيه عم تعمل حوارها هناك نفس الشيء بالصوره، حوارنا مع حزب الله كمان حلفائنا بالصوره. بس برجع بقول نحن منا تجمع شمولي، نحن منا تجمع شمولي قوى 14 اذار، نحن مجموعه ديمقراطيه حره متعدده متنوعه فيها موزاييك متنوع فيها تباينات. هل بات 14 اذار عبئا على تيار المستقبل؟ ابدا ابدا، 14 اذار ضروره وطنيه، وتيار المستقبل هو يعني اساس في قوى 14 اذار. وانا خليني اقول هالمناسبه نحن عم نحكي بالذكرى العاشره لانطلاق 14 اذار، ربما ان الاوان لتفعيل دور المستقلين داخل قوى 14 اذار والمجتمع المدني داخل قوى 14 اذار. نحن قصرنا بالماضي تجاه الشخصيات المستقله وتجاه المجتمع المدني في قوى 14 اذار، لعل هالمناسبه العاشره لقوى 14 اذار تشهد على شو راح يكون خطاب 14 اذار بالذكرى العاشره؟ البوصله واضحه، ما فيها يعني مش بالذكرى العاشره، البوصله السياسيه هي نفسها تاعت التاسعه نفسها تاعت الاولى، ما فيها نقاش يعني. بس اليوم في حوارات في تهدئه، نعم تتطور التفاصيل. حتى موضوع التهدئه، التهدئه مش المفهوم فيها تراجع عن مسلمات وطنيه ابدا، يعني كلنا سمعنا كلمه الرئيس الحريري ببيال وسمعنا بالمقابل كلمه السيد حسن بعد يومين، كل واحد متمسك بثوابته، ولكن يعني في التفاصيل الجزئيه بصير عليها نقاش، ولكن بالثوابت ابدا، يعني هي الثوابت هي خارج اي نقاش. الانطلاق من الخطاب ببيال والخطاب ايضا للسيد حسن نصر الله، كان الرئيس سعد الحريري اول من تحدث عن استراتيجيه وطنيه لمكافحه صحيح. الارهاب، تلقف هذه الفكره السيد حسن نصر الله، لكن عاد الرئيس سعد الحريري وقال الاولويه للرئاسه. نعم، لا حتى بكلام بخطبه البيال تاعت الرئيس الحريري الكلام كان واضح، ولكن يمكن الاعلام ركز اكثر على موضوع انه استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب، هذا ما قاله، ولكن بنفس الخطاب حكي عن دور رئاسه الجمهوريه وحكي عن دور الدوله. اليوم ما في استراتيجيه دفاعيه في مواجهه الارهاب تقوم خارج اطار الدوله وفي ظل شهور في موقع رئاسه الجمهوريه، يعني هذه استراتيجيه مش حتى نناقشها يعني باماكن جانبيه، المكان الطبيعي تاعها هو تحت سقف الدوله، واذا عم نعمل استراتيجيه وطنيه لمواجهه الارهاب الجيش الوطني والقوى الامنيه الرسميه هي العمود الفقري تاعها. شو لازم تتضمن هكذا استراتيجيه؟ لا هلا في خبراء بده يناقشوها، بس الرئيس الحريري طرح المبدا وبالمقابل يعني صار رد من السيد حسن، طبعا رد مرحب فيه اكيد على موضوع المبدا، ولكن نحن مواجهه هذا الارهاب ما بيكون بين فريقين بيتفقوا مع بعض، لا باطار الدوله. إيه؟ اذا عم نحكي عن المستوى الوطني تحت سقف الدوله اللبنانيه، واذا عم نحكي عن المستوى الدولي في تحالف طويل عريض دولي يواجه هذا الارهاب ممكن يكون جزء. الوزير اشرف ريفي يعني بكلام له قال بانه الاستراتيجيه الوطنيه يجب ان تتضمن اولا معاقبه من يحارب خارج البلد سواء كان حزب الله ام غيره. ما هذه النقطة خلافنا نحن مع حزب الله، يعني أنا قلت نحن عنا ثلاث نقاط أهمها تورط في المستنقع السوري. حزب الله عنده وجهة نظر بيقول أنه هو لو ما ذهب لهنيك كان ردة الفعل أكبر بكثير وكان الدخول يعني أكثف بكثير، نحن بنقول لا، هذا التورط ساهم بمجيئهم لهون وبكثير من العمليات اللي عملوها وبتزويد يعني المخاطر، فتح البلد على مزيد من المخاطر. بطبيعة الحال نحن لما حكينا بالماضي عن 1701 وقلنا 1701 يعني هذه ورقة قوية في يد الدولة اللبنانية، وخلينا نذكر بالبند 14 من القرار بالبند 14 ومن الفقرة التنفيذية تاعت 1701 تتيح للحكومة اللبنانية
أن تطلب من قوات اليونيفيل الاستعانة فيها لضبط باقي الحدود ليس فقط الحدود الجنوبية، ولا زلنا نطالب للرئيس ميشيل سليمان، وسنستمر بالمطالبة لأنه إذا كانت الحجة أنها تقنيا ما قادرين نضبط كل حدودنا بالاستعانة باليونيفيل بقدرات أكبر تقنيا يعني حتما قادرين. بالأمس الجيش اللبناني نفذ فعلا عملية نوعية استحق التهنئة، كل التقدير والاحترام والتهنئة طبعا الجيش اللبناني نقطة على السطر ما فيها نقاش يعني هذا أمر خارج أي نقاش، ولكن احنا عم نقول بدل ما تكون حدودنا كانت مشرعة بالاتجاهين نحن مش بهدف التقوقع بهدف نحمي حالنا. يعني أنا بسأل سؤال، اليوم الأردن عنده حدود مشتركة مع هني، تركيا عندها حدود مشتركة، ليش ما صار عمليات من الداخل السوري باتجاه الأردن أو ما صار باتجاه تركيا؟ لأنه في دولتين قويتين كل دولة فارضة سيادتها على أرضها وضابطة حدودها وما في أمان على التسيب. نحن عندنا للأسف هالشيء لم يحصل، الدولة غير موجودة على كامل هذه الحدود وحصل هذا التفلت. ما عندك العدد اللازم طبعا دكتور. دعم الجيش اللبناني والتسليح اللي عم يحصل بالأربع مليار سواء بثلاثة أو بواحد أو بأي دعم آخر، بعض المساعدات اللي عم تجي الساعة من الولايات المتحدة أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، كله هذا أمر طيب ومرحب فيه، ولكن ممكن جدا نستعمل هذه الورقة تاعت 1701 البند 14 لضبط حدودنا، ولكن مع هذا الضبط بده يصير في قناعة عن شركائنا بالوطن تحديدا حزب الله انه هذا التورط في الداخل السوري عم بيخلينا نتورط بالوضع الاقليمي اكثر واكثر. راحوا بفترة سابقة دفاعا عن قرى لبنانية في الداخل السوري، تحولت الى محاولة الدفاع عن مقامات دينية، بعدين صرنا جزء من محور طويل عريض. نحن بتصور ما قلنا مصلحة كلبنان دعاكم الى الذهاب الى سوريا معا، الى الذهاب الى سوريا والعراق لنحارب مين؟ ما بتحديدا بسوريا في إرهاب عم بيواجه إرهاب، طبعا المعارضة مش كلها إرهاب ولكن في إرهاب متمثل بالنظام عم يقتل شعبه. طب أنا مع مين بدي روح حارب هنيك؟ ما هذه الدعوة طبعا غير منطقية وغير مقبولة. أنا بدي أشكرك دكتور حوري على هذا اللقاء، انتهى الوقت بسرعة بيمرق الحوار هون بالإنتبي. أنا بتشكرك وبتشكر المستمعين الكرام. شكرا مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر وMTV Lebanon News على موقع الفيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.